استراحة 10 دقايق وبعدين بنكفي. استاذ ماجد اهلا ابني. ليك طقطقنا كم صورة هيك مشان الاهل ينبسطوا بس يشوفوا اولادهم. بس يا ريت لما تيجي تنزل الصور تحاول تختار صور مظبوطة، مش الواحد عينه طايرة وواحد كوعه ببطن زميله. ايه بس هيك الصور بتكون حقيقية. الحقيقة؟ الحقيقة انك مكسل تمسح حتى الصور الوحشة. كمشتني. صدقني هيك أحلى. هيك أحلى؟ كده أبو كلود ممكن يرفع علينا قضية. خد كل هودي بيعدوا لك السكر بالدم. تحياتي مدام ليلى، نلتقى قريبا ان شاء الله. من كل بنت، كثير كنت سعيدة بلقائك. شكرا وانا كمان. مع السلامة. مرحبا. خير؟ ليه وجهك اصفر هيك؟ عندي خبر لك رح يفرحك كثير. رح نفتح بالمدرسة نادي تصوير ضوئي وبدون ما يكلفنا ولا فرنك. كريم جدا لهبة طلع مصور محترف وهو يلي رح يستلم. لا لا اكيد بتهزروا معي وعاملين فيها مقلب. هدي كاميرا خفية ولا ايه؟ ليه؟ ما رح نتكلف ابدا عم بقول لك، والطلاب الطلاب عايزين شباب يتعاملوا معاهم، ما هو مش معقولة بيلي يبقى هو الكوتش بتاعهم وهو مش قادر يتحرك مترين. لا ولو عم شوفه بيتحرك. طبعا بتشوفيه بيتحرك لانه مش قاعد على كرسي متحرك، بس هو نفسه ما بيتحركش. ماجد ماجد روق. انا رايق وزي الفل، بس في حاجات كتير لازم تتغير في المدرسة. انت جبتيني من مصر كمدير وانا كمدير مش عارف. مصر مدير نهائي ماجد. مصر مدير نهائي؟ امال جبتيني ليه؟ لانه اخوك استولى على كل شيء بمصر وما عاد معك ولا قرش، وانت ما فيك تعيش هونيك طالما اخوك ماسك الاداره. انتوا الاثنين اساسا ما بتحبوا بعض، او بالاحرى بتحبوا بعض بس ما فيكم تشتغلوا مع بعض. هنفرض انك فعلا جبتيني عشان كده، بس انت قلتي لي انك عايزه دم شباب مش وياب. كوتش بلال له من اول ما فتحنا المدرسه تقريبا. واضح جدا من اول ما فتحت لبنان مش المدرسه بس. ما فيني اقول له روح، وبنفس الوقت ما فيني اتحمل تكاليف كوتشات الرياضه الجداد عم يطلبوا مبالغ خياليه. خلاص زودي قصه المدرسه، وبعدين لو معكيش فلوس زي ما انت ما بتقولي عايزه تجيبي مدرسه مسرح ليه؟ هي اي مصاريف على الفاضي وخلاص. حلو كتير، حلو انك عم تتفاعل وتتغير. انا لاول مره بشوفك هيك، معناها كان معي حق، هوا بيروت رح يخليك تعيش من جديد. ايه ما رح غلي الاقساط وما رح خلي حدا يترك من الطقم القديم. بكره بس موت عمول التغييرات اللي بدك اياها. وهلا شو صار بمهرجان الالوان؟ وكثير ظريفي ليال. وحبيت عن جد انك مهتم بالمدرسه وبمشاريعها. كويس انك افتكرت ان اسمها مدرسه. واهم حاجه فيها التعليم مش النوادي. والانشطه برايي باهميه التعليم. يبدو صار لازم نجيب موتور جديد.